أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف في هذه في هذا اليوم مع تقييم سريع إلى سنة 2013 في تسليط الضوء على ما يتعلق بالثورة التي انطلقت في 14 فبراير. سنمر بالجوانب الرئيسية، أربعة جوانب، خمسة جوانب: الجانب الإعلامي، الجانب الحقوقي، الجانب السياسي، الجانب الشعبي، والمشهد الإقليمي فيما يتعلق بهذه الثورة. نبدأ بالجانب الإعلامي وعلى مستويين: المستوى المحلي، بقى مساحة الإعلام المسموح به رسميا يتمثل في جريدة وحيدة خاضعة إلى مقاييس ومعايير ضاغطة تحاول أن تتأقلم معها وتبرز وجهة نظرها وفقا لهذه الضغوطات. حذا هذه الجريدة يبقى عندنا إعلام رسمي وإعلام شبه رسمي ملحق. الجانب بهالمعادلة فقط، يبقى الجانب من الإعلام النظيف أقوى تأثير من ظاهرة الإعلام الرسمي وشبه الرسمي البعيد عن المصداقية. مستويات تأثير الحالة الإعلامية الداخلية هي محدود جدا، لا يقترب من الصفر لكنه محدود جدا. قبل الأحداث وأثنائها إلى الآن لم يعطي هذا الجانب أي درجة من المصداقية إلى نفسه حتى في الخبر، فضلا عن التحليل والمقال. ولذا تلاشى من ذهنية القارئ والمستمع فكرة التلقي من أجل الوقوف على الحقيقة المعلومة فضلا عن التأثر، ما موجود. وهذه خيارات الأنظمة عندما تختار يعني مخالفة الواقع باستمرار هي تفقد مصداقيتها، تفقد قدرتها على التأثير، وأنت تلجأ إلى المغالطة والكذب حتى تأثر بعدين، بس أنت بهذه الطريقة تفقد قدرتك على التأثير بالمطلق. إحنا الآن كمرحلة ثورة نقول ما عندنا مشكلة مع الإعلام المحلي، مرتاحين من أداء الإعلام المحلي لأنه إعلام لا يضيف، لا يستطيع أن يغير شيء على المستوى الداخلي تماما، ما إلى أي تأثير سلبي على ذهنية المشاركين في الثورة المطالبين بحقوقهم الديمقراطية. بالعكس، يرسخ قناعة هؤلاء الناس، يرسخ قناعة هؤلاء الناس عندما يتهم الناس كذبا، عندما يزور الحقائق اللي الناس يلمسونها. كل هذا يصب في تأكيد أن خيار الناس بالمطالبة بالإصلاح الجذري خيارات صحيحة. بالرغم من ذلك لازلت، وليس لجانب التأثير الحقيقي بمعنى تغيير المواقف، لازلت أدعو إلى عدم التفاعل بالقراءة والمتابعة إلى أغلب هذا الإعلام. ولو قلت كل هذا الإعلام أيضا ما عندي أي مشكلة. سبب أساسي هو يعني المضايقة، إزعاج النفس اللي يسببه إليكم هذا الإعلام. لما تشوفون في شتايم إلى
إليكم يعني شتائم لكم، شتائم إلى طائفة، شتائم إلى شعب، شتائم إلى رموز، شتائم إلى مذهب. الآن ما في إمكانية لإيقاف هذه الشتائم، فالواحد يقرأها شوية نفسيته لحظة ما يقرأها ينشحن، ثم حاجة بعد لا مزيد من الشحن. ما يخاف على الناس بأنها تتأثر من أن هذا الإعلام في طرح يأثر على قناعاتها، لو زين في شيء كذي ما في. ولذا بس من باب أن الواحد يريح نفسه من أن يسمع أمور سلبية، يعني شو توصفها هابطة، يريح نفسه من سماعها. صدقوني لن تفقدوا أي معلومة، لن تفقدوا أي جزء من الحقيقة. هناك بدائل إعلامية للوقوف على الحقائق ولا متابعتها، ومن دون أن تنقص من عندك شيء لما تهمل هذا الإعلام. ما أشترك في أي صحيفة من هذا النوع، ما أسمع أي محطة، ما في حاجة حقيقة، ما في حاجة. يعني أنا مسؤول أن أتابع كل صغيرة وكبيرة حتى ما يصير عندي فقد معلومات ولا يصير عندي كذا، بس ما محتاج إلى هذا الإعلام بالمطلق أبدا. ما محتاج أفتح الصحف ولا محتاج أفتح المحطة أبدا، وأستطيع أن أصل إلى حقائق الأمور، خطأها وصوابها، جيدها وسلبيها، من غير ما أتعب نفسي مع هاي. وأدعو هذا، أدعو إليه وأكرر هذه الدعوة حتى لا تأذون أنفسكم، لن تفقدوا أي شيء، فلا تؤذوا أنفسكم بهذا المعنى. في المجال الإلكتروني لا زال الصراع قائم، ومنافسة يعني حامية، والنظام يحرز يعني تقدم من خلال فاعلية المواقع الإلكترونية وتنشيطها. الفكرة أن النظام يملك إمكانيات أنتم ما تملكونها من ناحية توظيف الناس، يعني ممكن أن يوظف 1/10 100. راجعوا تصريحات وزارة الإعلام، راجعوا تصريحات الأخرى، بس أنتم تملكون القضية، تملكون القضية العادلة. وهني في هذا المجال ما تملكون إمكانية التوظيف أن الناس تتفرغ، بس كل واحد من عندنا يملك إمكانية ساعة ساعتين أنه يمر على المواقع الإلكترونية وأن يكون فاعل فيها، وأن يكون فاعل فيها. يعني إذا أردنا أن نبرز خبر، هو عند مواقع مدفوعة الأجر، واليوم هذا الإعلام أكثر فاعلية من الإعلام لا شر له في القسم الأول، صحافة والمحطة الإذاعية، المحطة التلفزيونية والإذاعية. إحنا لازم نستمر في الرقي، في تصعيد القدرة الإعلامية ما دام هي موجودة عندنا اليوم اللي في التلفون مالنا. مطلوب من عندنا موقع إلكتروني، مطلوب من عندنا حساب تويتر، مطلوب من عندنا حساب فيسبوك، مطلوب من عندنا حساب إنستغرام، مطلوب من عندنا تفاعل، تويت، ريتويت، كتابة مقال، ترجمة مقال، طرح مقال. هذا عندنا الفرصة أن نحن نكسب فيه أكثر فأكثر. الجهد المبذول فيه بشكل تطوعي وبشكل شسمه جيد، ولكن في فرصة أكثر وعلينا أن نذهب ونستثمرها، نعمل فيها. على المستوى العالمي في زاويتين. الزاوية الأولى الكتابات في الصحافة الأمريكية والأوروبية، الأوروبية والبريطانية بالتحديد، كأهم صحافة مقروءة في البحرين وتتعاطى مع الشأن العربي والبحريني بالخصوص. استمرت الصحافة الأمريكية والصحافة البريطانية، كبريات الصحف، تغطي البحرين بشكل منصف للثورة، يعني أكثر من 90% من التغطيات، وهي تغطيات مستمرة،
أكثر من 90% ما يكتب فيها خلاصة نظام مستبد يقمع شعب مطالب بالديمقراطية. هذا شيء إيجابي. الآن القضية البحرينية لمواقف سياسية لم تحظى بالتغطية اليومية في الفضائيات، هذا موضوع مرتبط بالمواقف السياسية، وبحجم أيضا ما يحدث في الإقليم من تداعيات. يعني بكل تأكيد هو الأخبار، الجانب الإخباري، جانب المواضيع المتعلقة بالحدث تبحث عن الدم أكثر. الخبر الأول هو شنو عدد الضحايا في أي بلد إذا في انفجار. حين إحنا قاعدين هني في انفجار قبل يعني دقائق في بيروت، هو راح يستحوذ هذا الخبر عن أي حدث آخر. وبالمناسبة هذا انفجار أيا كان مصدره أيا كان الموجه إليه هو مدان وفقا إلى فلسفتنا في الموقف. نحن ندين أي نوع من العمل العنيف الذي يتجه إلى الخصوم من أجل تصفية الحسابات السياسية بطريقة عنيفة، كان في لبنان من أي جهة ضد أي جهة، كان في مصر من أي جهة ضد أي جهة، في البحرين أيضا نفس الموقف، منسجمين تماما مع هذا المعيار. الصورة الإجمالية عندما نشاهد الإعلام العالمي أن هناك شعب يطالب بالديمقراطية والحرية والحقوق الأساسية، وهو محق في مطالبته وينظر إليه باحترام في العالم، واحترام متصاعد، احترام متصاعد إلى ما يجري في البحرين وإلى شعب البحرين من القارئ العالمي. في قبال ذلك نظام يقمع هذه التطلعات لأنه ينتمي إلى صيغة سياسية غير ديمقراطية مستبدة، أي الصورة التي تترسخ سنة بعد سنة، وسنة 2013 في الإعلام العالمي هكذا. جانب الحقوقي، استمرت البحرين كواحدة من أسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان في سنة 2013. يكفي أن احنا دائما نأتي عندما يتحدث الناس عن موضوع جانب الحقوق لازم تجي البحرين وتأتي في المقدمة، ثالث رابع دولة، هاي الإنجازات الرسمية تأتي البحرين. وتحافظ البحرين في كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان اللي هو أهم شخص يتحدث عن حقوق الإنسان، وأهم شخص يتحدث عن حقوق الإنسان في الاجتماع العام لمجلس حقوق الإنسان، أن تكون البحرين حاضرة في هذا الخطاب بفقرة مهمة جدا. تصور أنت في العالم ما في دولة ما فيها نوع من الانتهاكات، يعني تذكر 200 دولة؟ ما تذكر 200 دولة. فالبحرين تحافظ على مكانها 3 سنوات بمساحة توازي أي دولة أخرى وتتقدم. يجي مربوطة بالأزمة الإنسانية الهائلة في سوريا والحقوقية الهائلة في سوريا، تأتي البحرين. بالإضافة إلى التقارير التي صدرت من جهات متعددة، منها البيان 47 دولة، والتقارير التي لا تقف شبه يومية من المنظمات العالمية الحقوقية والتي نقدم لها الشكر على وقوفها ومتابعتها لشأن البحرين الحقوقي. فالبحرين في وجهة نظر المجتمع الدولي دولة، هذا التعبير قريب من يعني التقرير الذي صدر عن الأمنستي انترناشنال، منظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بالأطفال في تاريخ 16 ديسمبر، دولة مارقة. هو عبر عن أنها دولة يعني لا تلتزم بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، لكن البحرين تقرب من عنوان الدولة المارقة عن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وهذا وصم
معروف بحرين تقرب من هذا، وعلى هذا الأساس يتعاطى معها المجتمع الدولي. هنا لا نحتاج إلى كثير من العناء في الجانب الإعلامي والجانب الحقوقي والجانب السياسي أيضا في فكرة الرد على النظام. النظام يتكلم يهذر، وأحيانا تجي الفكرة أو نقاش، زين ليش ما تردون؟ حاولوا تردوا على كل صغيرة وكبيرة، كل تصريح يطلع اطلعوا ردوا عليه. ما في حاجة، ما في حاجة إلى هذا النوع من السلوك الذي يرد على كل تصريح. السبب أن هذه التصاريح خارج يعني إطار الزمن، ما تحتاج عنا. أنت تحتاج ترد إذا كان في فكرة حقيقية مطروحة، إذا كان في تحدي مطروح. بس أنت ما تحتاج ترد عندما يطلع رئيس وزراء عمره 43 سنة غير منتخب يتكلم عن الديمقراطية. شو تتكلم عن شنو؟ شو حاجتك للرد؟ شو حاجتي إلى الرد؟ ما أحتاج أنا أرد. صدام حسين يطلع يتكلم عن الديمقراطية والانتخابات في العراق، هو المرشح الوعيد ويفوز بمئة في المئة. ذاك يسوي صندوق انتخاب بعد، أنا ما عندي حتى صندوق انتخاب فيه لرئيس وزراء، أحتاج أرد على شنو؟ هذا يحتاج رد يطلع ويقول لا نظام صدام حسين هذا نظام ديكتاتوري وهو ديمقراطي وأن الانتخابات التي جاء ما يحتاج. مسألة كلش فالصو، يعني ما في في إذا أحد يطرح شيء للنقاش يعني إلى مصداقية، زي ما إلى مصداقية بس فأنت تحتاج إلى، بس بسبب هذا التهافت يعني ما إلى مضطر يتكلم أحيانا بلغة بعنوان ديمقراطية. بس الآن في مسؤول تعب روحك الأهل قرولي قال هذا واحد مسؤول يقول إن إحنا شوية تراخينا في الرد لأن إحنا بالغنا في الديمقراطية. شو ديمقراطية؟ شو ديمقراطية؟ شو هالكلام؟ يعني ويش ترد على وين؟ ترد على وين؟ ترد على وين؟ منظمات والدول والأمة والدنيا كلها مقلوبة ان انتم نظام استبدادي لابد ان تسمعوا الى شعبكم. يطلع مسؤول يتكلم بهالطريقه، في تهافت، خطاب اشبه بالهزلي، خطاب اشبه بالهزلي. ما تقدر تروح تجاري او تروح ترد، ما لك حاجه ترد على هزل، يعني اشبه بالنكات. بهذا السبب فشلت، لهذا الأسباب فشلت حملات العلاقات العامة في تغيب الصورة الحقيقية عن البحرين، وبقت صورة ثابتة البحرين نظام قمعي يقمع تطلعات بديهية إنسانية مشروعة إلى هذا الشعب، مساواة، حرية، ديمقراطية، احترام معايير عالمية. هذا صار، وهذه خلاصة أو يعني خلاصة الجانب الإعلامي والحقوقي فيه. وستستمر هذه الصورة، لا يمكن تغييرها بدفع مزيد من المال ومحاولة شراء الذمم. فشلت وستفشل. في متغيرات إنسانية عالمية على مستوى وسائل الإعلام، على مستوى المصالح، ففشلت وستفشل أكثر في المستقبل. بس هذا مو معناه أن احنا ايضا لابد ان نعطي كل ما نستطيع على الجانب الاعلامي ونعطي كل ما نستطيع على الجانب الحقوقي من توثيق الامور ومن نشرها ومن ايصالها الى الجهات المعنية. الجانب السياسي، سنة 2013 كان من ابرز ظهور القضية البحرينية سياسيا خطاب الرئيس اوباما في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمؤشر على وجود الأزمة السياسية في البحرين، من أهم خطاب يطلق في الأمم المتحدة خطاب الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار خطاب دائم آخر كان البارحة الخطاب الفرنسي. البحرين بحاجة إلى حل سياسي
ينتج من عملية حوارية جادة، إشارة إلى عدم جدية الحوار الحالي، ينتج من عملية حوارية جادة تلبي تطلعات جميع شعب البحرين، بحيث أن الشيعة والمعارضة ما يكونون مسحوقين ويعيشون الاضطهاد، بحيث أن تتحول البلد من بلد يدار من قبل قبيلة إلى بلد يدار من قبل شعبه. هذا معنى هذه التصريحات التي تتردد باستمرار في أي خطاب سياسي دولي. لتتكرس بهذا حقيقة المشهد في البحرين في الجانب السياسي، أن البحرين لم يعد بالإمكان حكمها بالطريقة المطلقة والاستفرادية، ما عاد بالإمكان. هذا معنى استمرار هذه التصريحات مدى ثلاث. التصريحات لا تلبي طموحنا، وهي أقل مما يستحق نضال شعبنا، ولكن هي في الجانب آخر هي تقدم في الموقف الدولي بمعنى الحفاظ على هذه النبرة، وفي تقدم بطيء، في تقدم بطيء تتلمسه من خلال لقاءاتنا مع السلك الدبلوماسي في داخل وخارج البحرين. أن البحرين تتكرس أكثر فأكثر، بس خلى يكون بعيد عن مسألة الرسمية وعن مسألة التصريح. صارت البحرين تتكرس بشكل مثل ما الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية الأخرى اللي عاشت في العالم وانقرضت، هكذا ينظر الكثير من المسؤولين السياسيين. بين كونه في المنصب وملتزم بسياسة معينة وبين كونه برا المنصب، وإحنا عندنا علاقات مع ناس في المنصب وبعد المنصب، يعني يكون هو المسؤول اليوم، بعد بكرة خلاص تم إقالته وتم شسمه وتغيرت الحكومة وتغير الكذا، يقول أعرف لما يكون برا، أعرف القمع والدكتاتورية والاستبداد والكذا خلص الحين. في الموقف هاي الموقف الرسمي لحد الآن الدولي قاعد يتقدم باتجاه يعني الشعور بالمطالب الشعبية والميل إلى مناصرتها، ولكن يبقى الموقف المصلحي حاكم على هذا التصريح والقرار، وفي نزاع غير محسوم ولكنه في الجدل المستمر، أن دائما في مكانات القرار بأن إلى متى راح نراوح في البحرين بعيد عن ضميرنا، بعيد عن قناعاتنا الإنسانية، وإلى متى بنستمر في هذه الحالة من التردد في أن نكون مع الموقف الصحيح من التاريخ، تعبير شائع. هذا موجود في كل مكانات القرار، في كل مكانة، وقاعد يترسخ أكثر فأكثر. بتبقى تأثير المصالح تأثير قوي ومؤثر، ولكن هناك تقدم بسيط، وهذا يعتمد على أول شيء، يعتمد على النقطة الجاية، على صمود هذا الشعب. كما أن الأمور تحدث بالتراكم في مكانات مختلفة تأثيرات، أيضا في الجانب السياسي استمرارنا وسلميتنا، هاي اثنين مركبين مع بعض، استمرار مع سلمية قاعد يترك آثار ضاغطة على مصادر القرار في المجتمع الدولي باتجاه إنصاف هذا الشعب. لكن ما يعني كل الشعوب، ترى ما في شعوب ناضلت فترات محدودة. الآن بقول إيرلندا، بقول جنوب أفريقيا، بنقول كل الناس اللي تحولوا إلى الديمقراطية، المعاناة في معاناة، وإحنا معاناتنا بعدين بجي في الأخير كم تمتد، لكن إحنا الآن في مرحلة حاسمة سريعة جدا. أشار إلى هذا المعنى تقرير البرلمان البريطاني الذي أشرنا إليه كواحد من أهم التقارير السياسية التي صدرت عن البحرين لتشخص هذه المعاني. نظام هو سبب الأزمة، نظام غير جاد في الإصلاح، لا يلبي متطلبات حقوق الإنسان، ولا 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 ولا. هذا مؤشر على شو اسمه، بحيث مؤشر للعالم كله أن هذه وجهة نظر العالم كله تجاه
النظام. نحرز تقدم ولكن صعب وبطيء. الجانب الشعبي والجانب إجا رقم 4 تقريبا الأخير ولكنه العمود الفقري والجانب الأساسي. فشل النظام على مدى 3 سنوات وفي سنة 2013 في قمع إرادتنا نحو الحرية والكرامة والديمقراطية والإنسانية. فشل، لم يستطع أن يوقف تطلعاتنا، طموحنا، حركتنا، إرادتنا، تواجدنا في الساحات. صعد من أساليب القمع، صعد من الاعتقالات، صعد من المحاكمات، صعد من الفصل. الآن يجري فصل أكثر من كل المرحلة اللي مرينا فيها بطرق مختلفة. صعد من التمييز وتكريس التمييز، صعد من التجنيس، صعد من كل أدوات القمع. زاد التعذيب في 2013 عن 2012، بس في المقابل فشل في تحقيق ما ينتج من هذا التصعيد، أن نحن نتراجع، ننكفئ، ما في. وسيفشل في 2014 إذا استمرت هذه المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية. في مقابل هذا الفشل في نجاح شعبي بالرغم من كل المعاناة. الشعب موجود في الشارع، موجود في الساحات يوميا بطرق مختلفة. ما عندنا اعتصام دائم ولكن عندنا مسيرات سلمية ليلية تطلع، عندنا وقفات، عندنا نشاط إعلامي، عندنا نشاط حقوقي، عندنا تجمعات كبرى مرة في الأسبوع على الأقل. وهذا تعبير عن ثورة هذا الشعب وحركة هذا الشعب ومطالبة هذا الشعب. في 2014 سنأتي إليه ولكن الآن في هذا الجانب، والدعوة إلى الاستمرار في الثورة بمختلف وسائلها السلمية اعتمادا على المعايير والمواثيق الدولية في حرية التجمع والاعتصام السلمي. هذه دعوة وعلينا جميعا التفاعل معها، المشاركة بكل الوسائل المتاحة إلى كل فرد فينا في مظاهر الثورة. سأشير هنا إلى معنى مرتبط بالحراك الشعبي والوضع. مأزق النظام في فقدان الشرعية. اليوم ما في عنوان للشرعية سوى العنوان الشعبي المعبر عنه بصناديق اقتراع حرة تقوم على فكرة المساواة بين المواطنين. أي نظام يفقد هذا المعنى يفقد الشرعية الشعبية، حد الأدنى من التعبير يفقد الشرعية الشعبية. وهذا الفقد يشكل إلى هذا النظام مشكلة كبرى في داخله في نفسه والتعاطي مع الآخرين. أنت عندما تكون زعيم منتخب، عندما تكون شيء ممثل، أنت مفرز أنك الناس، لما تروح للآخرين زين، انت حتى لو ما كنت منتخب بس ما في حالة رفض واضحة ضدك، مغطى الأمور وتحصل لك منافقين ينافقوك. بس عندما تكون غير منتخب وفي إعلان رفض ضدك، انت مالك وجه تروح للعالم. ترى تشوفوا أي واحد مسوي شيء غلط، ها؟ واحد إذا جاهل مسوي شيء وأبوه مثل اللي عارف عنه، هو جاي كذي بالبيت يدخل وجهه، هكذا النظام هو يلتقي بالعالم، هكذا النظام هو يلتقي بالعالم. نظام غير قادر على مواجهة أي مؤتمر صحفي حر، ما يقدر لا داخل البحرين ولا برا البحرين. ويعاني معاناة شديدة في الخروج للعالم، يعاني معاناة.
لأن العالم مش مرحب باستقباله. في دبلوماسية بطبيعة الحال، لازم في على الموقف العالمي من النظام السوري، النظام السوري موجود في الأمم المتحدة، موجود يتكلم مني ويروح، بس في معاناة، في معاناة. هذا المأزق وما له حل اليوم، ما إلى حل إلا بالرجوع إلى صناديق الانتخاب الحقيقية التي تفرز سلطة تشريعية وتنفيذية، وبالتالي أيضا بتساهم في إفراز السلطة القضائية. هذا حل ماله. محاولة حل بالقمع والكذب والبهرجة والمؤسسات الشكلية، هذا لم ينجح ولن ينجح. سبب أنه ما ينجح، واحد من الأمور تقدم العالم، والثاني يعتمد علينا إحنا. لازم نكون هذه المؤسسات وهمية، إحنا لازم نقدم الحقيقة للعالم بحراكنا، باستمرارنا، بحضورنا، نقدم الحقيقة إلى العالم، وبالتالي تفشل مساعي النظام غير الحقيقية، غير الصادقة، غير الجادة. لنوسع هذه المأزق وهذا الأزمة، ولنوسع دائرة مقاطعة النظام الاستبدادي بمختلف الوسائل السلمية. خليه يفهم أنه نظام لا يتلقى بقبول شعبي في كل شيء، كل مظهر من المظاهر، كل مظهر من المظاهر، صغيرة كبيرة، كل مظهر. الواحد اللي مضطر إلى أمور عمل ما شابه ذلك يمشي في حدود اضطراره. هذا جزء من تكريس مقاومة مدنية سلمية ترفض شرعنة الاستبداد واعتبارها عملية طبيعية، وتساهم في المطالبة والتحريك نحو التغيير. أنا ما أشترك في مهرجة افتتاح ومعرض ورقصة وكلام، ما يجوز، ولا في أي شيء شكلي من انتخابات شكلية مني منك، إلى أن يعود النظام بأكمله إلى احترامنا كشعب مصدر للسلطات. هني تبدأ تفاعل. الآن حالة من المقاطعة، توسيعها لتأكيد أن النظام يفتقد الشرعية الشعبية. شعب غصب، ما نقبل غصب. هل يفهم العالم أن هو هذا النقاط التفتيش والسيارات الأمن هي الموجودة في البلد؟ ما في رضا، خلها موجودة في الشوارع، خلها موجودة في الشوارع. الاستمرار وكقوة سياسية بنشتغل قد اللي نقدر، ونراجع حساباتنا، نشوف وين أخطأنا، نشوف وين تقصيراتنا. كأفراد أيضا نتحمل مسؤولية، كل القوة تتحمل مسؤولية، كل الأفراد يتحملون مسؤولية في أن يكونون أجزاء فاعلة، ما نستسلم لا سمح الله إلى طول المدة ونسترخي. هذا كلام لا يجوز، من عانى معاناتكم لا يجوز أن يسترخي أبدا، ما يجوز، لا وطنيا، لا شرعيا، لا إنسانيا. فالاستمرار والمحافظة على الإطار السلمي، هذه واحدة من أهم نجاحاتنا. أن ردات الفعل على عنف الدولة لحد الآن بقت ردات فعل العنيفة منها ردات فعل محدودة، وبقى الإطار العام إطار أمل سلمي. العمل على تقليص ردات الفعل العنيفة إلى أقصى حد ممكن، استمرار هذا، واستمرار تطوير ردات الفعل والفعل السلمي. هذا خيار 2013، خيار 2011، خيار 2012، خيار 2013، خيار 2014. هذه معركة ممكن كسبها، معركة فيها إمكانية كبيرة للكسب.
وتعتمد على مخزون شعبي هائل وقدرة القمع، مهما تصاعدت القمع لا يستطيع أن يسكت شعب متحرك، لا يستطيع أن يقمع شعب متحرك. الآن ضعف عدد المعتقلين وصلهم 3000. لا نريد معتقل آخر، ولكن عندنا الاستعداد يكون في السجن 10,000 وإحنا منهم، وعشرين ألف ولكن لن نتنازل. هذه أسلوب المقاومة السلمية، هاي أسلوب المقاومة السلمية، ما يخاف من الاعتقال، ما يتوقف لأن في اعتقال، لا يتوقف لأن في مضايقة، هكذا. فالاستمرار هنا أدعو دائما إلى أي إلى، أنا راجع كوفاق وأعلم أن في مراجعات قاسية ومو سنوية، يومية، ومع كل حدث ومع كل أمور في مراجعة، وعلى ضوءها تتخذ خطوات، يثبت برنامج ويختفي برنامج ويطلع برنامج جديد على ضوء هذه المراجعة. العنف نتائجه ما في نتائج إيجابية، ردات الفعل هي كلها ردات فعل، نعرف العنف ردات فعل صايرة لأن النظام يقمع. لو ما النظام يمارس القمع ما صدر لنا أي ولا أدنى درجة من ردات الفعل العنيفة، فنفهم أسبابه. لكن هو هذا جزء من التحدي، كيف نمارس ما يحقق مصلحتنا أكثر مما يعبر عن انفعالنا. العنف يكلف، حتى من ناحية الجرح والاعتقالات وكذا يكلف. لذا أدعو إلى الاستمرار والانحياز التام إلى الأساليب السلمية والتفكير المستمر في تطويرها وزيادتها. المشهد الإقليمي، إرباك الثورات في تونس ومصر ولحد الآن في اليمن تراوح مكانها وليبيا، كان آثار سلبية على مجمل الوطن العربي من ضمن البحرين. يعني مع شديد الأسف لم تستقر الثورات العربية لتنتج أنظمة ديمقراطية مستقرة، مما زهد مزيد من الشعوب وخف حماسة في الاندفاع نحو تغيير الأنظمة الاستبدادية. ونجحت الثورات المضادة في إعاقة التقدم الديمقراطي، لم تستطع أن تقضي عليه، ولكن إعاقة التقدم الديمقراطي المستقر الذي كان بيخدم كل شعوب العالم العربي في تحولات ديمقراطية أكثر سهولة. هذا جانب سلبي. استمرار الأزمة السورية مستحوذة على الاهتمام الإعلامي والسياسي العالمي، بالنسبة لنا في البحرين ما خدمنا هذا الموضوع. يعني أنت عم تطلع مسيرة حتى لو فيها 100,000 200,000 بالإضافة للموقف الإعلامي اللي أشرنا له في الأول، بس إذا في قصف على هالمنطقة وفي قتلة في هالمنطقة وفي معركة مفتوحة في هالمنطقة، تأخذ 4 أخبار سورية. إذا ما انفتحت لك مشكلة في مصر ومشكلة هني ومشكلة هناك. فاستمرار هذه الأزمة بهذه الطريقة أيضا أثر على حظوظنا في التغطية السياسية والإعلامية. يعني عندما نجي لتقييمات باردة، يعني بأعصاب باردة، قول الإدارة الفلانية، الإدارة الفلانية، الملف المطروح والملف السوري، الملف البحريني موجود بس تحت، الملف السوري ما أخذ المكان فوق الطاولة، وما معنى حل يعني نتيجة إلى تعقيداته. جزء من ما لم يختمنا ب شو اسمه، انفراج العلاقات الإيرانية الغربية شكل منعطف إيجابي، وأعتقد بأن هذا المنعطف سيعمل في سنة 2014 بقوة، يمكن ينعكس على كل الملفات، ما نعرف، هي تبقى تحليل سياسي الآن، بس المرجح أنه ينعكس على الملفات المنطقة المختلفة، وانعكاسه على البحرين نعتقد بأنه يكون انعكاس إيجابي لأنه يوفر أرضية الحل السياسي العادل. بالمجمل دوليا تقدم إيجابي بطيء نحو يعني الانتقال من حالة التفرج، المراوحة، الخطاب الدبلوماسي، إلى مرحلة اتخاذ خطوات، قرار، تشديد لهجة تجاه النظام في البحرين. نحن في مرحلة
بين المجاملة وبين الانتقال. ما عندنا تصور للعلم عند الله سبحانه وتعالى أن المجتمع الدولي يتراجع أكثر ليقوم يدعم النظام الاستبدادي، هذه ما هي الصورة، ولكن ينتقل من حالة المداهنة، من حالة الخطاب إلى خطاب أكثر وضوح إلى فعل. هذا محتمل، نحن نتقدم نحوه. بركة نضال دماء الشهداء آهات الناس هي هاي. سنة 2014 وقفة مختصرة. نحن معاناة شعبنا الحديثة تبدأ سنة 1783. وتشتد وتصاعدت هذه المعاناة في سنة 1971 بعد عنوان الاستقلال. ودخلنا مرحلة أزمة شديدة في 14 فبراير 2011 من تصعيد المعاناة لهذا الشعب. هذا تاريخ معاناتنا. جوهر هذه المعاناة يتمثل في تهميشنا كشعب والاستفراد بالقرار السياسي والمالي، مما نتج فقدان للحرية، الكرامة، مصادر الرزق، نتج انتشار الفقر، تردي الخدمات الطبيعية التي يستحقها المواطن البحريني بما يتوفر إلى من مقومات. البحرين طول عمرها كانت غنية، صدق طول عمرنا الله حبانا بما يجعلنا شعب مرفه، قبل النفط، قبل النفط الآن تتكلم بالمستوى الموجود، قبل النفط بالزراعة وبالبحر وبالغوص وبالسوالف ناس تعيش في البحرين. البحرين غنية، أغنى من كل دول المنطقة تقريبا، هذا المنطقة الشرقية لأنها تشترك معنا في نفس بقية المناطق كانت فقيرة مطقعة قبل لا اكتشاف النفط. الصحراء ما فيها شيء، ما تقدر تأكل من الصحراء، فالناس تهاجر منها. البحرين الناس تستوطن فيها، فقط الهجرات مرتبطة بالقمع. احنا عندنا هجرات مرتبطة بالقمع، لما يزداد القمع الناس تهاجر، ولا كان دائما في أكل وفي شو اسمه يكفي الناس، في ثروة تكفي الناس. بعدين الله رزقنا بالنفط من 32، وكان بإمكاننا أن نعيش مرفهين من غير مساعدة ولا دينار واحد من أحد. نعيش مرفهين مو بس سنة 1932 إلى الحين، تعيش الأجيال الجاية مرفهة بما دخرنا إليها من موارد حباها الله في هذه الأرض وصنعنا من بدائل اقتصادية. ما هو فلسفة ولا كلش، وإيش اللي نقد الشعب الكويتي في الغزو؟ عنده مليارات في الغرب، استثمار دخلها أكثر من النفط، يقدر يصرف منها يواجه النظام العراقي. احنا هالفوائد لو جمعنا هالفوائد واستثمرناها اليوم دخلها أكثر من النفط. لو وجدنا بدائل حقيقية، استمرينا في إيجاد البدائل الحقيقية في المستوى الصناعي بما يتناسب معنا، في المستوى البحري، في المستوى الزراعي، عشان ما نحتاج ولا نقول عندنا مشكلة اقتصادية ولا نحتاج هالدين العام ولا نحتاج أزمة الإسكان ولا كل شيء هذا. فهذه نتائج هذه المشكلة. 2014 لا تراجع قيد أنملة، بل تقدم باستمرار. سنة 2014 لتكون سنة استمرار النضال الشعبي السلمي بكل الصور. كل الأفراد يتحملون مسؤولية، كنا نتحمل مسؤولية كل بحسبه، الجماعات كلها مسؤولة أن تستمر تتعاون، المجموعات الشعبية الثورية مسؤولة أن تتعاون، أن تتكاتف، أن تتكامل من أجل استرداد حقوقنا المشروعة.
نهدف من وراء ذلك إلى جعل البحرين وطن مستقر، وطن إنساني، وطن ديمقراطي، وطن يحتضن أبناء جميعا، من أجل أن نبني مستقبلنا جميعا. هذا هدف ثورتنا وهدف نضالنا. عقدة تنفرز في كل في مكانات مختلفة. مسجد الأمير محمد البربغي يعود تاريخه إلى أكثر من 400 سنة، يشكل عقدة، لأن أنا عمري 230 وهذا عمره 400. مشكلة زي هاي، مشكلة تضاف إن هذا مو بس مقشوش صاير على الشارع العام، سوينا شارع عام صار هذا على الشارع العام. وعندنا استراتيجية إن احنا نخفي كل مظاهر تتعلق بالشيعة في هالبلد قدر الإمكان إلى داخل المناطق، ما نعطيهم. ليش ما نعطيهم جامع حجي حسن في السيف؟ ما نبام شايف في هالبلد في شيعة، نقول نبى نقول ما في شيعة بالمظاهر. ليش ما نعطيهم ماتم في مدينة حمد؟ ليش مساجدهم كلها ما تصير على الشارع الرئيسي مال مدينة حمد؟ لازم ندور لهم داخل. كل ما جابوا ورد على شارع قالوا لا هذه، ليش لازم تصير داخل فريق؟ ليش كل المهانات لازم نحط فيها جامع محترم إلى إخواننا السنة وإحنا ما عندنا مشكلة في ذلك؟ هي عقلية مريضة. فهذا صاير في الشارع الرئيسي ويقول أنا هني قبل لا تجون أنتم، مشكلة كبيرة. وإيش لازم نودي داخل وبعدين نجيب إلى أي شيء قدامه تحت قدامه نبني حتى الناس اللي تطوف ما تشوف؟ شو هالعقلية؟ هاي خلاصة الموضوع، هاي خلاصة الموضوع. لا يمكن يا جماعة اقتلاع التاريخ. الناس عندها ذاكرة، ما عاد بالإمكان تزوير التاريخ. ايش نسوي فينا؟ احنا هني عندنا علماء شيعة من القرن الأول يحبون أهل البيت، صعصع بن صوحان يحب أهل البيت، تعبير شيعي موجود من القرن الأول واستمرت آثارنا موجودة. أمير زيد من أبنائه، سيد هاشم، شيخ ميثان، هذه المنطقة عندها محبة لأهل البيت، تشيع لأهل البيت من صدر الإسلام إلى الآن ما انقطع. كل حجر في الهني في البحرين تأشر إليه، كل حجر في البحرين تأشر إليه. شلت الحجر من مسجد الخميس، خشيتها، محيتها، كل شيء أشر إليه. أما تجي تصادم في شيء، ما كم وقفوا، المثال مختلف بس كم وقفوا أمام ضريح الحسين قبل إلى قبة أو ما إلى قبة؟ ما يزول هذا، ما يزول. تقدر تمحي القبة، القبة تقدر تمحيها، تقدر تمحي القبة، ولكن القبة بطبيعتها لأنها حق عدل، شيء إنساني، شيء مرتبط بالله، ترد تنبني وتصير أعلى. احنا في البحرين نفس الشيء، ما يمكن محينا. احنا البحرينيين، احنا اهل البحرين، احنا جزء من اهل البحرين. ما يمكن تمحي لان ينهدم مسجد، ولا يمكن محي لان ينبني شارع. كان احنا نكتهي اكثر، لكن بنبني عند تقاطع مدينة عيسى كذي وانت رايح من صوب السهلة، اشترينا أرض للوفاق بنبنيها هني. أوه الناس العقليات المريضة ضجت قامتهم قومة، كيف هذين الوفاق عندهم أرض هني بيبنونا؟ هذا تقاطع، الناس اللي جاي من السعودية تشوف مبناهم واللي طالعين وكذا، ايش اسمه، قوموا قولوا لا، هذا قدامكم هني في أرض مملوكة، هذه أرض خدمات كانت، واللي بيع المخطط اللي سوى المخطط احنا مشترين من عنده. بس ضاج أنه كيف الوفاق يصير عنده مبنى هني بعدين؟ هيك عقلية.
هذه أيام يمكن شوي تأخرنا في هذا الكلام لأن الامتحانات بدت، ولكن نزيد من الاهتمام أبنائي وبناتي التلاميذ وأولياء الأمور إلى الجانب التعليمي والامتحانات التي تعايشونها. ابذلوا مزيد من أوقاتكم، جهدكم، تركيزكم، الأسر أيضا لتعمل على ذلك. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم على المحبة والخير والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.